المنتجين دول انا جايبهم من موقع بودي بيلدينج امريكا. واي بروتين ده عزوليت سيلان امتصاص شركة كامبول مصر فار، زيرو كارب 100% عزوليت، مفروض ان هو زي ما انتم شايفين كده السعرات الحرارية بتاعته 100، السكوب بتاعه 27 جرام، توتال فات زيرو، كارب زيرو. النوع دوت واي بروتين ازوليت برضو بروتين، بس ده بيور طبيعي. يعني ايه طبيعي؟ يعني مش منضاف عليه اي الوان صناعيه ولا محليات ولا سكر. لما تيجي تشربه فعلا تحس انك بتشرب حاجه غير محلاه، يعني مفيش فيها اي سكر خالص غير الواي بروتين اللي انت استعملته في حياتك كله. لا الطعم نفسه مختلف، حاسس انك بتشرب حليب بس طعم مختلف طبعا من حليب نهائيا. السكوب بتاعه 23 جرام، 90 سعر حراري. سوري بس الكاميرا بتاعتي بتفوكس. في بروتين 20 جرام. طب في ناس تقول لك يعني ايه 20 جرام؟ يعني يا حبيبي لما تاخد تقارن بين ده وبين الايزوميه مثلا، سكوب الايزوميه تقريبا 32 جرام، دي كام؟ 24 جرام او 25 جرام بروتين. فهنا لا، انت بتاخد 23 جرام في واخد منهم 20 جرام بروتين، فده يكسب. غير انه طبيعي يعني امن جدا، يعني لدرجه ان هنا بيقول لك لو عاوز تديه لطفل من سنه لثلاث سنين اديله نص سكوب 5 جرام بروتين، اديله 5 جرام بروتين النص سكوب ده. والسن 4 ل 8 اديله نص برضو. للاطفال من 9 اديله 4، اديله 1 سكوب كامل. نرجع تاني للمنيو، في كالسيوم وفي بوتاسيوم وفي صوديوم. في حد كان بيسألنا على البي سي اي اللي هو اكستند، اكستند اكبر بي سي اي في صوديوم. انا جايب بي سي اي عشان البوتاسيوم يبقى اعلى من الصوديوم فيه، والبوتاسيوم فيه واطي جدا فده يخزن ميه معاك. بالتحديد انا شايف البي سي اي اهميته في التنشيف، فما تجيبش حاجه في التنشيف فيها صوديوم عالي. ما بقولش امنع الملح، والكيك في اول ملح اللي في الاكل. البلد اللي انا فيها الحمد لله ما فيش فيها مكملات غذائيه مطلوبه. انا كنت عاوز اعرف يعني ايه الفرق بين نوع مثلا سي زي دوت، يعني رغم ان دوت مثلا 2 كيلو 200 جرام وده حوالي عن 644 جرام، يعني مش محصل كيلو الا ربع، رغم ان السعر واحد يعني 72 دولار 72 دولار حاجه زي كده برضو، مش متذكر السعر. ايه الفرق بين ده وبين ده حتى في الشكل وفي الملمس وفي الطعم، وبين لبن بودره مثلا زي ده حليب لبن بودره من ناحيه الملمس؟ ده مثلا شويه واي بروتين، طبعا انتوا عارفين الواي بروتين عند الواحد اغلى من ابنه يعني. فانا مش هينفع افضلكم اكتر من كده. ده الملمس بتاعه ناعم جدا، ناعم ناعم ناعم، يعني مش من عمق الدقيق لاحظ، ولكن وانت بتعمل كده الحبيبات بتاعته ناعمه، يعني بص في الاخر ما كلكعتش. طيب ده بالنسبه للراجل. البيور اللي بيقولوا عليه بيور وانه ينفع للاطفال وان هو طبيعي قوي، يعني كانك بتشرب حليب يعني، بس منزوع منه الدهون ومنزوع منه الكربوهيدرات ومديك بروتين فقط يعني. نشوف برضو الملمس بتاعه، ده ممكن افضله كمان شويه عشان اداكم كده اشربه. يعني هي نفس النعومه تقريبا يعني، بس انا حاسس ان هو اخشن سنه بسيطه. ايه اللبن البودر؟ يعني انا الاضاءه مش مساعداني هنا، اللبن البودر حاسس انه مصفر شويه عن الواي بروتين اللي هو سي. لو هنفترض طبعا لو فانيليا هتبص تلاقي سنه الصفار دي موجوده على حاجات بسيطه، يعني تقدر تقول ان اللون واحد، لان احنا برضو لو يعني بتهيألي اللبن البودرة افتح من كده شويه يعني، ودوت ممكن يحط عليه مبيضات يعني لو هو عاوز يفتح. طبعا انا ما بقولش ان ده في حاجه، دي شركات عالميه لها اسمها، تخاف تعمل كده اشيل من موقع ليه اسمه. الحكومه الامريكيه يا جماعه بتتعامل مع المكملات الغذائيه، مش عشان سيبك انت، انا ما بشتريش، ما بحبش اشتري حتى من محلات البلد اللي انا فيها، لان انا في الاخر في دوله في الشرق الاوسط.
دولة خليجية في الشرق الأوسط. ساعات بحس إن لما بتيجي مثلا كمية أو طلبية ما بيصدرها مثلا الشرق الأوسط، بحس إن هو الموضوع ما بيصدرش نمبر 1. فأنا بحب أشتري من أمريكا مباشرة كأن أنا مواطن أمريكي، بشتري نمبر 1. فهو المراقبة دي مش عشانك أنت كمواطن عربي، لا عشان المواطنين اللي في أمريكا. فده كان بيتعدى على اختبارات الحكومة الأمريكية. طبعا احنا كنت قريت مقال زمان ان هو بعض الشركات زي شركه اوبتيما مثلا اكتشفوا ان كميه البروتين اللي كاتبينها اللي هو 24 و25 جرام كد، وان اللي ضاربين الواي بروتين بتاعهم بلبن بودره وبودره بعض الرز وباحد احماض التورين يعني عشان يعدي على المختبرات. فاحنا بعمل ايه؟ بخش على مواقع الاختبارات الحره اللي هي مش تبع الحكومه الامريكيه. فانا بلجا المواقع، بحط لكم لينك احد المواقع ده في الفيديو، للمواقع اللي هي بتختبر المنتجات دي، تنزل تشتري من كل نوع. فكان صراحه ده اعلاهم في القيمه الغذائيه وفي جوده البروتين بتاعه وفي كميه في السكوب. بالنسبه للسكوب يعني لما تديك سكوب 23 جرام، في 20 جرام بروتين، يعني لو خدت لك 2 سكوب 40 جرام بروتين، محدش يقول لي اصل جسمي بيمتص اكتر من 30، ده كذب. يعني كان زمان ابطال العالم ماتوا يعني من الجوع. لو الجسم، لو واحد، تخيل انت لو واحد مثلا وزنه 100 كيلو، تخيل انت بقى يا باشا ياخد كام وجبه بقى في اليوم. يعني انا مثلا لو 100 كيلو دلوقتي وعاوز اخد 300 جرام بروتين في اليوم، اخد 10 وجبات كل وجبه فيها 30 جرام، بقى اجيب سنان منين ومعده منين ووقت منين اقعد اكل يعني. فطبعا ده لو هتاخد 2 سكوب هيديك 40 جرام بروتين. والسكوبات الوزن بتاعها 46 جرام. اللبن البودرة بقى نرجع نمسكه، سوري طولت عليكم، خشن جدا طبعا مقارنة بالبروتين. ماشي، الاختبار التاني اللي انا عملته هو الاختبار ده، دوت بتاع الشوكليت، ده بتاع اللبن البودرة، ده بتاع الواي بروتين اللي بيقول عليه واي بروتين بيور. وانا جربت كام سكوب منه، صراحة زي ما قلت لكم حاسس ان انا باخد حاجه مش مسكره خالص، يعني فعلا زيرو سكر. يعني سيبك من ده يقول لك زيرو سكر بس حاطط عليه محليات، ده من غير محليات اصلا يعني. يعني مجرد ما حطيت، حتى اهو هنكرر العمليه اللي كنت بعملها في لحظه، ده داب بسرعه اهوت. ماشي، ولو قلبته بحاجه مثلا سي نجيب مثلا وجيت انا هنا على ده، مهما تجيله ده زي ما قلت لكم، لا مضاف، مش مضاف عليه اي حاجة خالص، يعني لا لون ولا اي حاجة. قلب لبن يعني، بصوا لبن، لبن حليب يعني، لبن البودر. اديله بقى يا باشا زي ما تديله. قلب اولا، في صعوبه يعني، مش صعوبه طبعا، لو رديته هيسيح هيسيح يعني، بس لو شفت كده في بعض الرواسب فيه وبعض الكلكعه، ولو الكميه اكتر هيكلكع معايا اكتر. ماشي، زي ما انتم شايفين كده، لما نيجي نقارن اللونين، انا هنا اشال ده، ممكن الدنيا ده عامل زي الحليب، لونه ابيض حليب، ده عامل زي الميه المتعكره، او كانك حاطط مثلا ايه، ميه معكره فيها حاجه مقطعه بيضه تحت، عامل زي عصير القصب كده، لون عصير القصب، وفي حاجه كانك حاطط فيه نشا مثلا. فده الفرق في الثلاثه، الطعم نفسه في اللسان يعني، الدنيا هنا كلها بتاعت ده لما تمسكه ما يكلكعش، ما يكلكعش، وفي تزييق كده بتسمعها، ممكن في كلكعه بسيطه بس بيبقى في كلكعه. طبعا عندنا في مصر ضرب البروتين بيتم ازاي؟ للاسف تم يعني، انا كنت شفت بعيني مثلا سي انا دلوقتي بفتح جالون البروتين، بحاول وانا بفتح، انا كفرد عاوز بعد ما استعمل الجالون ده وانا مدرب في الجيم ولا حاجه، ابيعه لحد او اشفطه واعبيه مكانه، فبحاول افك الغطا بحرف بحرفه شويه، حتى لو اتقطع اتلكك ان هو الواد فتحه اي حاجه،
وهنا بيبقى فيه برشام بحاول ايه اسيحها باي حاجه كده باي درجه حراره بسيطه، واروح فاكك ايه شفط اللي فيها. ده بالنسبه للفرن. طب الشركات يعني او معامل تحت بير السلم عندها بتعمل ايه؟ بالون زي ده بتجيبه، خش على الموقع بيصمم ده ديزاين فوتوشوب، او بيلاقيه جاهز كمان على الموقع، اهو بيلاقيه جاهز على الموقع، وبيروح جاي طابع وجايب الجالون دوت مقلده، او لو عارف يلمه من السوق وبيروح جاي طابع. مالي بقى ايه، كل واحد وحرفته وضميره. طبعا في ناس كانت غشيمه بتحبي فول صويا، تطحن مثلا 5 6 كيلو فول صويا، تاخد مثلا ربع او نص كيلو فول صويا في الجالون زي ده، وبعد كده نشا وكاكاو كتير عشان يقول لك شوكليت وبتاع، سكر بودره معاه عشان المحلات ولا بيجيب سكر، ربنا يستر، ويجيب لي عيال تصلب وشرايين ولاد ايه التيت، ويحط معاه في الاخر شويه نشا عشان تنفش معايا، ويكتب لك عليه زيرو كارب وزيرو فات، والناس بتضرب ولا حول ولا قوه الا بالله. الطريقه الثانيه ان هو ممكن بس فول الصويا بقى المصيبه بيفضحهم، يعني مهما يعمل طعم فول الصويا مميز. انا كنت مدمن فول صويا، كنت باخد مكملات في 2003 و2004 و2005، بس كنت مدمن. كنت اروح العطار اجيب ال 5 كيلو فول صويا اطحنهم اعملهم بودره، وفي الخلاط مع فراوله وموز وحليب كنت ما لا اعترف بالتنشيف في حياتي يعني كمال اجسام، وبحس ان التنشيف كان مهلكه للصحه وللفلوس وبتاع والوقت، كانت اللعبه بالنسبه لي تضخيم وبس. ما شاء الله يعني اوزان وصحه عامه جباره يعني. ففول الصويا مشكلته انه طعمه بيفضل قايم، فيستغنى عن فول الصويا يبدا يطحن الرز، يعمله بودره، بودره فول رز ناعمه، حط بقى كيلو ممكن معاه مع نشا وبرده سكر بودره وقول معايا والكاكاو الطعم بتاعه، او يجيب الطعم الصناعي زي ما يكون ويقلبه معاه، وحسب بقى يفضل يقلب شمال يمين، بيعمل طبعا كميات ويعبي الجالون على الميزان، ويقفل لك البرشامه بتاعته. ده طبعا معمل بيبقى جايب بقى صارف بقى، يعني جايب مكنه طباعه وجايب وجايب مكنه برشامه وكل حاجه. وهنا بتبدا المصيبه. في ناس بتقول لك راجع السيريال ده مع الموقع. انا والله بنصح فعلا، انت لو مسكت دلوقتي ادخل مثلا على شركه، هو بيقول لك ده والله بتاع شركه مصر فارم، هتكتب مصر فارم وتخش تبحث على جوجل لغايه ما توصل، وتبدا تاخد السيريال دوت وتصور الجالون من جوه قبل ما تستعمله. بس انا بتكلم دلوقتي ان الفاس وقعت في الراس، انت اشتريت خلاص، وعشان انا عارف في مصر انك تحاول ترجع حاجه لواحد حتى لو ليه اسم ممكن يتخانق معاك ويعمل لك مصيبه يعني، وللاسف هنرجع للشرطه لا بتجيب حق ولا باطل لحد. طبعا انت بتاخد السيريال ده وبتبعت. طبعا في بعض الشركات عامله ختم كده تتبع اللي هو زي ده، اللي هو زي الختم ده، مجرد ما بتصوره ببعض البرامج الريدر بيروح جاي مدخلك على موقع الشركه على طول تتواصل معاهم. وطبعا انا ما بقولش ان كل المكملات بتتباع في مصر مخشوشه، طبعا اكيد في ناس لها تخف على اسمها وبتاع. تقول لي مين؟ اقول لك ما اعرفش، قلت لك تصرف في حد بصراحه في السكه دي. وارجع اقول تاني، انا لو في مصر حاليا مع ارتفاع الدولار ورخامه الجمارك على المكملات وعلى استخدام الشخص، حتى لو جاب 5 كيلو يرخموا عليك، حتى لو جاب 2 كيلو اللي هو الحد المسموح اللي هو قايل عليه يبدا يرخم عليك ويقول لك لا هتدفع تاني ودفعك رشاوي وبتاع، وكل موظف شغال بمزاجه ومفيش قانون شغالين عليه، انا شايف ان انا هطلق المكملات الغذائيه بالثلاثه بالتحديد في فتره التضخيم. انا مستعد اضخم واخد بروتين والكميه اللي انا عاوزها والكارب اللي انا عاوزه بالاكل الطبيعي خالص. اما في مرحله التنشيف انا بعمل دايت لغايه 2000 سعر حراري و1500 سعر حراري في بعض الايام، قبل مثلا خلاص قررت ان انا في خلال اسبوع ده يظهر السكس باك، خلاص ببدا اقلل السعرات الحراريه بتاعت ال 1500، وبزود الكارديو وبزود ال وبخف اوزاني وبلعب تمارين شديده شويه عنيفه شويه، وبزود تمارين البطن، والموضوع بيخلص على كده يعني. بلجا بس لحاجتين ضروريين عشان ما اخسرش الكتله العضليه، البي سي اي والجلوتامين عشان الاستشفاء العضلي، وطبعا المالتي فيتامين لان بيبقى كميه الاكل قليله، فبناء على المالتي فيتامين والعرق كتير فبخسر فيتامينات من جسمي يعني. هما الثلاث حاجات الضروريين بالنسبه لي في مرحله التنشيف. مرحله التضخيم يا سيدي، طلق المكملات الغذائيه الثلاثه في ظل الظروف اللي احنا عايشينها لغايه ما ربنا يكرمنا يعفو الجمارك عن الاستعمال الشخصي، اقدر اقول لك والله استورد. فانا شايف ان لو في مرحله تضخيم خليك في الحليب الطبيعي، خليك في الزبادي منتجات بالنسبه لمنتجات الالبان، خليك برضو في الجبنه القريش ما بقولش،
ابعد عن المقليات برضو والحاجات اللي هي ممكن تضرك، المكرونه البشاميل والحاجات دي والدهون الكتير دي، خليك في المكسرات، خليك في العسل الابيض، خليك في مشروبات الاعشاب زي الحلبة مع عسل ابيض تفتح نفسك اكتر، خليك في حبه البركه بالعسل تفتح نفسك اكتر للاكل كفاتح شهيه، خليك في البطاطا المانجا الحاجات اللي فيها كارب عالي، العسل الابيض ما تقطعوش طول فتره التضخيم، التمر صلى الله عليه وسلم بيقول لك من تصبح بسبع تمرات لن يمسه سحر او صوم في هذا اليوم، غير ان فيه كارب ومفيد جدا وفيه فيتامينات كتير، فانت ممكن تنفذ السنه وفي نفس تاخد لما تصحى الصبح كده على الريق تاخد سبع تمرات، وبعد كده تضرب نص لتر حليب مع بطاطايه 100 جرام مسلوقه او مشويه او 200 جرام في الخلاط، تحط عليها 100 جرام شوفان الليله دي، الخليط ده كله تنزله حليب عسل او حليب عسل في الخلاط وتاكله، تخد الكارب بتاعك جامد. قول معاه حفنة لوز، قبض لوز بايدك كده، قبض لوز كده هتلاقي عامله لها بتاع 50 جرام مثلا. خد معاها يا سيدي بقى حتى 3 حبات بيض، خد البروتين بتاعك منه، وبالتوفيق دي وجبه فطار قيمه بالنسبه لمرحله التضخيم، تقفل معاك 4 ساعات وفي جوك الوجبه اللي بعدها نص فرخه لو انت بره في الشارع قول له هات نص فرخه مشويه، نص فرخه لو تعرف تاخد السترين رد او مع طبق رز صغير كده، لو حتى ما فيش رز جيب علبه كشري منها الصغير، اصغر علبه كشري مع الفرخ، عرفت تجيب سلطه عرفت ما عرفتش بلاها لما تروح البيت كل سلطه، لو في البيت يبقى مصلحه كل رز وخضار شاتيه وكل فراخ صدور فراخ مسلوقه مشويه انت ورزقك، العشاء ممكن تجيب قطعتين لحمه مسلوقين ما يزيدوش عن 200 جرام، وتاخد معاهم مكرونه، قطعه مكرونه مسلوقه بالصلصه تحط عليها صلصه كده ما تكونش فيها دهون كتير. يا سيدي يعني انا شايف مرحله التضخيم مش محتاج اكتر من كده، يعني تلاقي نفسك واخد لك 7000 سعره حراريه او 5000 سعره حراريه من اكل صحي، انت محتاج مكملات غذائيه في ايه؟ لما تيجي مرحله التنشيف يا سيدي نبدا نتكلم على كورس غذائي لمرحلة التنشيف وناخد ايه يسند العضلة عشان ما تنهارش، يعني حتى زي وانا بتكلم معاكم الدنيا قلبت نشا اهي، اهو قالب لبن زي ما هو ابيض متماسك شوكليت، طبعا بالتوفيق وللاسف ارجع اقولها لكم تاني المكملات الغذائية اي نعم وجودها كويس ويعمل معاك نتيجة كويسة، ولكن عدمها او عدم وجودها في ظل استغلال الجمارك وفي ظل الغش اللي عاد متوفر ودون رقابه ومحدش بيراقب حد، مراقب ربنا اللي عاوز يغش بيغش يعني حتى لو في رقابه، اقدر اقول لك لا خليك طبيعي، خلي ما بقولش المكملات مش طبيعي، خليك في التغذيه الطبيعيه اللي من البيت، انزل جيب حاجتك للاسبوع حطها في البيت وبالتوفيق.